قبل البريك خبرتكم عن زوزو، لكن أنا استعرت عنوان الفيلم، وبالحقيقة في حدا حاكي عن كريم وما اسمه زوزو. مين هو؟ كريم من هالساعة بدأ تحرياته. حالا عرفي مين؟ تعالي بقى. حالا. أيوة. أنا عشاكة باثنين. مين يا أميمة مين؟ لا ما قدرش أقول. طب أول حرف؟ مش أقول. إحساسي كان لعبة في إيديك. أول حرف؟ لا مستحيل لو أول حرف. طب هيا باينة لو قلت أول حرف. تعالي قل لي. دونت وري نو واي إني أجيب. مو هي القصة. إنه تخيل إنه هي القصة بجد أنا وقعتي فيها. او ماي جاد. هيدي هيدي شوي شوي. لا كمل لك. اوكي. بس بدك محتاله هي هلا قاعده بتبكي. استنى بليز بليز بس اتركنا ثواني بليز. هون فهمت شو صار ومع مين وكذا وكذا. طيب ايه نعم مين قال لك؟ وين؟ ما بصدق. ما عندك ذب عليك خلص انا ما بعرف مين بس خلص بس انا دفعت عنك. طيب عايز تقولي قالت ايه اللي ما تعرفيش مين دي؟ لا ولو ما دفعت عنك ما بحكي قدامها بكل عنوانها صح ولا لا؟ صح. خلص اوكي. وعلى فكرة يعني إذا قدامها يعني هي هنا في الأوضة دي؟ لا أكيد مش أكيد. لا نسمع يعني بنت بلدك ولا أميمة أكتر بنت صحبة معها. إيه ده حاجة فيها قلة أدب يعني حاجة ما تقالش على الهوا يعني أنت يا عيني عايزة تقولي لي بس الموضوع ما ينفعش يتقال على الهوا. يعني وحتى برا الهوا ما راح أحكي لك لأني أنا ما بنسى الموضوع سافل. ما أنت ما تحكي هيك بس دي حقيقة. لا عيب أسكت. أنا هسكت بس أنا عايز أفهم يعني في سفالة في الموضوع. ما تيجي هاي الكلمة. طب انا بلاش سفالة في قلة ادب. في قلة ادب في الموضوع بلاش سفالة. مش هيك يعني انا حتى لما حكت لي استغربت انه بس حكت لي بالالغاز لحتى فهمت وانه انا يعني اتس فيري اوبفيوس انه انا اي ديفندد يو لاني حكيت قدامها وما استحيت. وانا انا مش يعني ما بديش تشكك في اني انا دفعت عنك يعني انا ما عندي وما همني واي دينت جيف ما اهتميت وخلص اشي وصار. يا حبيبه قلبي انا مش مشكك ان انت تكوني دفعتي عني ويعني متوقع اصلا انك دافعي عني يعني دي حاجه مش انا مش مستغربها انك دفعتي. طيب هذا مش موضوع. ايش الموضوع ما راح احكي. اشي طبع فيك مضايقها ضايقها للبنت. طب طبعا هل طبعا ده مضايقك انت كمان؟ لا ابدا لا ولا فارق علي اصلا يعني هذا اذا اصلا موجود فيك لاني انا مش شايفته فيك. ده طبعا هي بس اللي شايفاه هي مريضة نفسيا كمان. شاطئة. طب مين يا ليان؟ ايه ده بنتكلم على الشاطئة اختنا الشاطئة؟ لا انا ما حكيت انا بس والله العظيم قلبي كان حاسس ان هي اختنا الشاطئة مع اني اقسم بالله العظيم واحلف قسم قدام ربنا والله 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 عمري ما قلت عليها حرف وحش وما تشوف مني غير كل خير. طب اقسم بالله. طب انا حكيت وعلى طول لما تكون زعلانه ولا متضايقه ولا معيطه انا اول واحد بروح اقول لها مالك وصالحها. مين هي الشاطئه؟ معقول يكون في مشتركه جديده بتحمل هالاسم وانا ما معي خبرها؟ بريك ومنتابع اليوميات.